هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رضوى، فيديو بلوجر، بعمل فيديوهات عن الشعر وعن البشره وعن الميك اب. النهارده هتكلم على ايه الحاجات اللي اشتريتها من مزايا وايه احسن الحاجات اللي ممكن تشتريها من مزايا. هوريكم النهارده مشترياتي، وفي نفس الوقت هقول لكم ايه احسن حاجه ممكن تجيبيها من مزايا، بدل ما تقعدي تجربي حاجات كتير وممكن تطلع وحشه معاكي وتدفعي فلوس على الفاضي. لا، انا هختصر لك النهارده ايه الحاجات اللي ممكن تجيبيها تكون حلوه في نفس الوقت باقل سعر. فقبل ما تتابعوا الفيديو للاخر، يا ريت تعملوا سبسكرايب وتدوسوا على الجرس الصغير عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي هنزلها، وتدوسوا لايك عشان القناه تكبر. وبس، ويلا بينا نبتدي. تمام، ده كيس الحاجات اللي جبتها من مزايا. تمام، اول حاجه جبتها هو اسنس. هو بصي، الحاجات دي كلها اللي انا جبتها من مزايا استخدمتها عشان اقول لكم حلوه ولا مش حلوه. تمام، فهنلاقي الحاجه شويه بعافيه بعافيه حبتين، علشان جربتها زي ما قلت لكم وهقول لكم على النتيجه بتاعتها. تمام، اسنس ستي اول داي عجبني. التغطية بتاعته متوسطة، يعني لو حاجة لو فرح وكده يعني يفضل انك جيبي حاجة اقوى منه شوية. تمام، بس انا حطاه دلوقتي. بص، هو الكفرج بتاعه مش واو، عشان انا عندي البقعة دي ما خبهوش قوي. ممكن احط تاني. يعني هو لازم تحطي كذا طبقة. بصوا، لسه بتبان. اوكي، مش بيخبي قوي. لو عندك سكار او عندك بقعة من حبوب او حاجة. تمام، فهو للاستخدام اليومي، عشان هيبقى خفيف على البشرة مش تقيل قوي، وممكن يعني يخلي البشرة تتنفس. اما الحاجات الكافرج بتاعها عالي، هتلاقيه بتكتم شوية البشرة. فيعني الحاجة لكل يوم، انصحك بصراحة بإسنس ستي اول داي. تمام، ده بيوحد لون البشرة، ويعني التغطية بتاعته مقبولة الى حد ما. تمام، بس لو عايزة حاجة تغطية قوية جدا، انصحك بلوريال. اوكي، انفيلابل. ده برضو بعافية حبتين، ده مخلصاه اصلا. ده حلو الافراح او المناسبات وكده. ده التغطية بتاعته احلى بكتير من اسنس، بس زي ما قلتلكو يعني استخدمه كل فين وفين في الافراح او في المناسبات، وعشان كمان غالي. يعني ده مش عارفة دلوقتي وصل كام، 280 حاجة كده او 300، فحرام تخلصيه يعني على طول. فاسنس احسن بكتير لحاجة يومية للشغل وكده. الحاجات اللي اشتريتها تاني من مزايا هما الماسكارتين دول. اوكي، طبعا الماسكارا دي انا بعشقها، وعشان كده اشتريتها تاني. بعشقها بعشقها، فيها فايبر. الفايبر ده بيتقل الرموش وبيطولها جدا. اما دي انتشرت جدا والناس كلها قالت عليها واو، بس انا حاسه ان هي عاديه وكمان بتكلكع الرموش. ف انا حطاها دلوقتي. يعني مش عارفه الناس بتشكر فيها على ايه بجد، يعني مش عارفه. يعني دي احسن منها بكتير بكتير. تمام، وكمان دي بتفتت، يعني تقعد مثلا ممكن قولي 8 ساعات وبعد كده تبدا تفتت بقى، وتلاقي المسكرة بتنزل على عينك بقى وكده. فمش عارفه الناس بتشكر فيها على ايه. انا جبتها على اساس ناس كتيره جدا شكرت فيها، بس هي فعلا بتكلكع. هجربها قدامكم. مكلكعه قوي، انا حاسه ان هي مكلكعه الرموش قوي. بصوا، عاملاها مش عارفه، حاسه كده مش عارفه، حاسه ان هي مكلكعه الرموش. مش عارفه اوصف قوي ازاي مكلكعه الرموش، بس حاسه ان هم شكلهم وحش مش حلو. ممكن الناس بتحب الشكل ده، بس انا نفسي مش بحبه. حاسه ان هي مكلكعه قوي، بس الحكايه حطها الناحيه التانيه. بس يعني هي ما طولتش الرموش، عشان انا بصراحه رموشي شويه طويله، بس
دي بقى اللي بتطول الرموش فعلا. يعني دي انا بحس ان رموشي بتوصل لفوق مع دي، اما دي انا حاسه ان هي رموشي طولها بس بيناتها شويه، بس يعني ممكن تكون ادت شويه كثافه، بس كثافه بكلكعه يعني، مش كثافه تبان ناتشرال، لا تحس انك حتى ماسكارا. انا ما بحبش الشكل، بحب اي حاجه تبان ناتشرال، زي ما قلت لكم كل مره بقول لكم بحب الحاجه اللي تبان، الميك اب اللي تبان طبيعي جدا كانك مش حاطه ماسكارا. الماسكارا اللي هي دي اللي هي دي بتدي النتيجه دي. تمام. فبالنسبه للماسكارتين دول انا بفضل بصراحه ديت، دي لو حابة المنظر بتاع رموشي ده فجيبيها، بس انا مش عاجباني. هنيجي بعد كده الايه، الكونسيلر اوكي بتاع كاتريس اوكي. حلو جدا جدا، انصح اي حد يجيبه، سعره حلو جدا جدا، واحسن من فيتمي. انا فيتمي مخلصاه، بس ده احسن وارخص من فيتمي. فيتمي انا يعني مش باين قوي، بس صراحة يعني لو خيروني ما بين ده وده هختار كاتريس. تمام. التغطية بتاعته حلوة جدا، اسمع ان منتجات كاتريس حلوة يعني، وسعرها حلو جدا. تمام. هنيجي بعد كده لايه تاني، الايلاينر من اسنس، وهوريكم بقى منتجات اسنس. هي معظم حاجاتي تقريبا من اسنس. تمام. ده وده اوريكم دول بقى، هتكلم عن دول. تمام. ده اول حاجة اي شادو واي لاينر في نفس الوقت. عجبني جدا 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 برضو، بعافية عشان جربته. تمام. ده لو انتي مالكيش قوي في رسم الاي لاينر، في رسم الاي شادو كده، ده يدوبك تعملي كده وخلاص وتنزلي ويبان شكلك حلو جدا جدا. وي ووتر بروف ميتاليك، يعني المنظر الميتاليك ده طلع موضه جدا في شكل الميك اب اوكي. فبصراحه يعني لو مالكيش في رسم الايلاينر قوي هاتي القلم ده اوكي، ده من اسنس برضو، ده ب 80 جنيه. تمام. وده ليب لاينر جبته من اسنس، كان ب 70 او 60. تمام. ده روعه روعه، هي الدرجه تقريبا اللي انا حطاها دي اوكي. وانتي بترسمي بيسيح، كانه بيسيح كده يعني، سهل جدا في الدمج، سهل جدا، وبيقعد يوم كامل حتى لو شربت. انا بحط كاروج عشان شفتي مش كبيره قوي، فبحط كاروج فبيقعد معايا اليوم كله تقريبا. ف حلو جدا جدا جدا، لو عايزه حاجه ثابته ولونها حلو، ولو مهما كلتي وشربتي مش عايزاها تروح، هاتي الليب لاينر بتاع اسنس اللي اسمه الترا لاست. الترا لاس. تمام. ده بدل اي روج عشان هيثبت معاكي اكتر. الاي لاينر بتاع اسنس برضو جبته بناء على ان الناس بتشكر فيه. عايز اقولك وحش جدا وحش جدا جدا، بيفتت جدا، بيكلكع، مش عارفة، وحش يعني، مش بيسيح كده، لا بجد ما عجبنيش ابدا ابدا. هو عشان بيكلكع، بيتمسح بسرعه جدا جدا، مش بيقعد فتره طويله، بيقشر، لازم تحطي كذا طبقه علشان يملى، مش عارفه، بيكلكع في النص كده، فمش بيملى كل الفراغات وانت بتحطي اي لاينر، بيكلكع في النص، مش حلو مش حلو. وعايزه اجيب اماندا بصراحه اي لاينر لونه احمر، بيقولوا عليه حلو، فعايزه اجيبه واجربه، بس بصراحه لغايه دلوقتي مفيش اي اي لاينر عجبني غير اللوريال بس، كاي لاينر كده مفيش حاجه لغايه دلوقتي عجبتني، فانا عايزه اجيب اماندا بيشكروا فيها. بس هاجي بقى لبعد كده اي شادو بتاع كاتريس، يعني هم متوسطين، لا هم واو ولا هم وحشين، هم عاديين. حلاوتهم بس لما تبلي الفرشه بالميه وتحطيها عليها اوكي، تحطيها على الاي شادو وتحطيها على عينك، بيدي شكل الميتاليك اللي بيلمع، بيخلي شكله حلو. اما لما بتيجي تاخديها مجرد يعني، تيجي مثلا ايه عايزه لون عادي على عينك مش بيلمع وكده، مش بيثبت على عينك، بس بيثبت بس لما تحبي ترسمي الجفن المتحرك ده وتخليه شكله ميتاليك او بيلمع
هتحطي فرشة فيها مية وتاخدي منه كده، يعني بتاخديها بالفرشة كده وتحطيها على عينك، هيخلي شكل عينك بيلمع. لو عايزة حاجة بتدي شكل الميتاليك حلو هاتيها، تمام، للميتاليك مش للون اللي هنا بتحط هنا ده، لا للون اللي بنحطه على الجبن المتحرك. مفيش حاجة في مزايا اي شادو حلوة غير الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، يعتبر احسن حاجة من مزايا. اوكي الاي شادو ده بس، هما دولت الحلوين في مزايا للاي شادو. الباقي لا، لازم تجيبيه بقى من صفحات على الفيسبوك وكده بيبيعوا اي شادو، باليتات اي شادو عادية ممكن تشتري منها. في حاجات مختلفة، ريفوليوشن، في هدى بيوتي، في حاجات كتيرة قوي احسن من الحاجات الموجودة في مزايا يعني بالنسبة للاي شادو. تمام، فكده خلصنا الفيديو. احب افكركم باحسن الحاجات اللي انا جربتها في مزايا. اوكي اشتريتها وجربتها من مزايا، هي الماسكارا دي، الموف دي، وكاتريس، اوكي، والليب لاينر ده بتاع اسنس، وده لو عايزة حاجة كل يوم اسنس ستاي اول داي. تمام، وده تمام. هما دولت احسن حاجات انا جبتها من مزايا بصراحة. بس هو ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون افادكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه، وما تنسوش تعملوا لي لايك عشان القناة تكبر. وبس على كده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. بس اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وباي باي.